السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم أنا الزوج ديالي إفطار إنجليزي أو بريطاني. غادي نبداو نقدمو الإنجريدينت. عندنا كنحتاجو اللوبيا، طماطم مقطعة شرائح، عندنا هادو مكعبات البطاطس، حنا عندنا هنا كيتباعو وافلز كنقولو لهم، كاين مشروم، فطائر، يا فطائر كيقولو لهم، عندنا هادو الخضر هنايا، نستعملو البصلة والكرافس، حنا عندنا الكرافس بحال هيدا كيجي عروق طوال طوال، عندنا الملفوف، الكابيش ولا الكرومب، حنا كنقولو له الكرومب في تطوان، عندنا البيض، عندنا السوسيج، هذا السوسيج اصلا فيجيتاريان حلال، هذه هي اللي كيجي هنايا كيتباع حلال، هذا كيتباع فيجيتاريان اصلا، ماشي اللحم، داير الخضره داكشي مخلط. وعندنا هذا حيت هما كيعملوا بيكن، كيعملوا الحلوف وداكشي، حنايا مسلمين ما كنعملوش الحلوف، هذا حلال، جبنا هذايا باش نعملوه حلال. وشنو يا خور، هذا كيجي عندنا المشروم، غادي نعملو معاه شويه د الملاح، شويه د التومه محكوكه، شويه د الابزار، شويه د التومه يابسه، توما يا توما يابسة. وهذا غادي نستعملو الخضره اللي وريتكم، هاديه كاين، هذا عندي هنايا المعدنوس يابس جاف، عندنا تومة جافة، عندنا الإبزار، عندنا الأوريغانو، الزعتر، وعندنا الملح، وهدايا إيفري داي سيزنين كنقولو له، وهدايا ما عرفتش واش كاينين، إلا ما كان شي عندكم كيتباع ماشي مشكل، استغنوا عنه، تقدروا تستغنوا عنه وصافي. ودابا خليكم معايا نجوزو لمرحلة طيب ان شاء الله. يلا الزوج ديالي هو اللي عطيه هذا انجلش بريكفاست، حيت هو انجليزي مسلم. حنا رجعنا معكم دابا نوريكم كيفاش كنطيبوهم. شاف الزوج ديالي عامل المشروب تما، وغادي نعمل مع هذيك اللي قلت لكم قبيلتي الابزار والملاح والثوم جافة والثوم خضراء، وهذا غادي يزيد في الاخر، غادي يعمل القزبر، قزبر فريش، قزبر. عندنا الوليمه، احنا اصلا دائما ملي كيكون الزوج ديالي ما خدامش كنعملوا هاد الفطور، واصلا زايدين حنايا شويه، زدناها شويه عليه، هما ما كيعملوش الخضره بحال هيدا، ولكن حنا عملناها شويه د الخضره صحيه. وهذوك اللي قلت لكم البطاطس، هذوك كنسخنوهم معاه في، تقدروا تعملوهم في الفران، ولكن حنا كنسخنوهم معاه في الطوسطه، يعني كنطيبوهم في الطوسطه دغيا كيطيبو، حنا كنطيبو بالزبدة، كل واحد وانتوما اللي بغيتو طيبو بالزيت ولا بالزبدة، ولادي كاملين غادي يعملو في المقاهي. نرجع معكم دابا، حيت ما بغيتش الفيديو يجي طويل، بغيت الفيديو يجي قصير باش ما نملوش. المهم ها هو عمل دابا داك المشروم كيطيب، الخضرة كيطيب، يعمل هاد السبايسي هادو ما، و نتوما شفتو الصوص الجوا كيطيب، و نرجعو معاكم شويه.
احنا رجعنا معكم. صافي دابا المشروم ولا الشامبينيون واجد، خصو غير يعملو قزبر. صافي هادوك اللي قلت لكم داك الكابيج الملفوف والخضره كطيب، عملوا لا غطيوها باش طيب مزيان، حيت نتوما كتعرفوا الكرنب كياخذ شويه الوقت. صافي الصوصيج وهذا كي يطيبوا صوم معنا. صافي دابا عملنا طماطم ولا طماطيف ولا طمايتو، هذا كي يطيب، هذا كي يطيب صوم معنا. ها الوجبة ديالنا وجدات، وصلنا النهاية. ها كيفاش كيجي القهوة ديالي، قهوة الزوج ديالي، حليب وليداتي، إلا شهيتكم سمحولي. ساهل يعني أي واحد يقدر يعملو. بالصحة والراحة، نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله. لايك لايك و سبسكرايب. شكرا.